هنعمل مع بعض الكيكة العادية اللي بناكلها جنب الشاي. طبعا ستات بيوت كتير ناجحة فيها، انا بس بقدم للبنوتات اللي لسه اول مرة يدخلوا المطبخ، ولما بيعملوا حاجة بتبوظ يعني بيتعقدوا ما بيعملوش تاني، فانا مدياهم وصفة ناجحة بحيث يفرحوا بيها من اول مرة ويجربوا تاني. يلا كده نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج كوباية لبن، كوباية لحاجة بسيطة زيت، كوباية سكر، تقدري تقللي الكمية ممكن كوباية الا ربع لو انتي ما بتحبيش السكر، وكوبايتين دقيق، 2 باكو فانيليا او معلقة صغيرة، باكو بيكنج باودر او شيف او كيك شيف النوع اللي تحبيه، انا بستخدم انجل، و3 بيضات وعليهم رشة ملح. وفي مكون سري هنقوله واحنا بنعمل الطريقة. انا هستخدم الخلاط، انا عندي مضرب كهربائي، بس في ناس بترمي فشل الكيكة بتاعها انها ما عندهاش مضرب، فانا هوريكم انها بالخلاط هتبقى تحفة وناجحة جدا، كمان لو عملتيها بالمضرب اليدوي هتنجح معاكي برضو. هنحط البيضات 3 و2 باكو فانيليا، المكون السر اللي احنا هنقوله يا جماعة ده هيخلي الكيكة بيضة هشة جدا 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 وعالية. انا الكيكة بتاعتي مش محتاجة ان انا اجيب لها صورة من على النت لانها ناجحة وانا واثقة من كده. كل اللي جرب البسبوسة بتاعت الفيديو اللي فات داخل يقول لي انتي اول مرة تخلينا نحب البسبوسة وتخليها تنجح معانا، فهتجربوا دي وهتحبوها برضو. كده انا حطيت السوائل كلها، الزيت واللبن والبيض والفانيليا والسكر، هضربهم في خلاط لمدة من 5 دقائق ل7 دقائق لحد ما القوام كله يبقى ابيض وسائل وحلو جدا. هروح اضربهم وارجع لكم. كده انا خلاص بعد 7 دقائق القوام بقى ابيض كده وحلو، بصوا السكر داب خالص بقى زي العصير الابيض، حلوة جدا جدا جدا. هنحط 2 كوباية دقيق وباكو البيكنج باودر ورشة الملح، ولسه برضو مجاش وقت المكون السري اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا عالية وهشة ولونها ابيض مش مصفرة. بعد ما حطيت 2 كوباية دقيق وبيكنج باودر ورشة الملح هقلب في اتجاه واحد، يعني بمعلقة او مضرب يدوي هفضل رايحة، لو رحت يمين مرجعش شمال تاني، حركات دائرية في اتجاه واحد، هفضل اقلب فيهم لحد ما الدقيق كله يتجانس مع خليط الكيك وما يبقاش فيه كتل من الدقيق خالص. طبعا عشان ما اخدش معاكم وقت في الفيديو واصحاب الباقة ما يزعلوش هوقف الفيديو وارجع لكم ونحط المكون الرئيسي او المكون اللي هيخلي كيكتنا تنجح. كده انا خلاص قلبت القوام حلو جدا، ما بقاش فيه كتل ولا نقطة من الدقيق. جه وقت المكون السري، والمكون السري بتاعنا هو نص ليمونة او معلقة كبيرة من عصير الليمون، ما تستغربوش هو ده اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا بيضة من جوة وهشة وقطنية زي الاسفنج. تقدري تستخدميها كتورتاية او جاتو وتزينيها وتبقى تورتاية. بعد ما حطيت نص الليمونة هقلب حلو جدا 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 لحد ما الليمون يتجانس مع خليط الكيك، بالشكل ده برضو حركات دائرية في اتجاه واحد. بعد كده بجيب صينية مدورة او مربعة او مستطيلة زي ما تحبي، الومنيوم تيفال براحتك، بس الكيكة بتبقى حلوة جدا في الالومنيوم. هبطنها بزيت ودقيق او سمنة ودقيق، طبعا انا عندي ورق زبدة بس مش هستخدمه لان الكيكة او الوصفة دي كلها على قد الايد، بالخلاط بقى بالسمنة مش محتاجة ورق زبدة. كده انا خلاص حطيت الخليط كله، هدخلها فرن على 180 درجة الفرن، بس ما شغلش الشواية غير لما تحمر من الجناب هشغل الشواية، وبرضو هتابع معاكم خطوة بخطوة هصورها لكم وهي في الفرن. كده بعد مرور نص ساعة الاطراف بتاعتي خلاص خدت اللون الذهبي واستوت حلو جدا، هشغل بس الشواية بتاعتنا عشان تاخد اللون الذهبي، مش هتاخد اكتر من دقيقة او دقيقتين، اخلي بالي منها عشان ما تتحرقش. كده انا خرجتها خدت اللون اللي انا بحبه الاحمر الداكن، انت تقدري تسيبيها على اللون الذهبي، بتختبريها بخلة اسنان او سكينة عشان تتأكدي انها مستوية. طبعا انتوا شايفين زي القطن قدامكم اسفنجية،
تقدري تزينيها وتستخدميها كتورتة حلوة جدا جدا جدا. هقطع لكم حتة من جوه عشان تشوفوا لونها ابيض ازاي. بصوا بصوا البياض والاسفنجية طرية جدا جدا. طبعا انا مش محتاجة اجيب صورة من على النت، الكلام واضح، بس هي سخنة فتهركت مني شوية، فانتي استنيها لحد ما تبرد خالص لحد ما تقطعيها. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، ويلا اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان